ان شاء الله الفيديو دوت من الفيديوهات المهمه لاي حد لسه مبتدئ في تربيه الحمام او اي حد لسه عايز يبتدي في تربيه الحمام. هنقول شويه معلومات النهارده باذن الله، معلومات مهمه جدا 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 عن ازاي تبدا في تربيه الحمام، وايه هي الحاجات اللي لازم تعملها عشان ما يضحكش عليك او يتنصب عليك، وايه هي الانواع اللي ينفع ان انت تبدا بيها، واسعار الانواع دي بتكون كام بالظبط. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم ابو مريم التونسي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله الفيديو دوت من الفيديوهات المهمة لاي حد لسه مبتدئ في تربية الحمام او اي حد لسه عايز يبتدي في تربية الحمام. هنقول شوية معلومات النهاردة باذن الله، معلومات مهمة جدا 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 عن ازاي تبدأ في تربية الحمام، وايه هي الحاجات اللي لازم تعملها عشان ما يضحكش عليك او يتنصب عليك، وايه هي الانواع اللي ينفع ان انت تبدا بيها، واسعار الانواع دي بتكون كام بالظبط. اولا كده يا جماعه لازم نكون مجهزين مكان لتربيه الحمام قبل ما نبدا في تربيه الحمام. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا عايز ابدا في تربيه الحمام، لازم يكون يا اما عندي مكان فاضي، اوضه مثلا او بلكونه او عشه او غيه او لوفت او اي حاجه هربي فيها الحمام، او لو سلكات خشب زي كده بتتحط في اي مكان سواء مقفول او مفتوح مفيش اي مشكله، وبنربي برضو فيها الحمام. دلوقتي لو انا عندي مكان مقفول زي اوضه او عشه او غيه او لوفت، لازم يكون المكان ده ما بيوصلوش ولا فران ولا عرس ولا قطط ولا كلاب ولا بوم ولا صقور، تمام كده؟ خلينا متفقين الحاجات ديت هتكون هي سبب في ان انت لو في عندك بيض هياكلوه، او في عندك زغاليل هياكلوها، او في عندك اي حاجه، او عندك الحمام نفسه ممكن ياكلوه، تمام؟ الفران والعرس والبوم والصقور والغربان والحاجات دي كلها، الحاجات اللي هي الجوارح دي ممكن ان هي تاكل لك البيض او الزغاليل او الحمام. فلازم يكون المكان بتاعك ده متامن بعيدا عن الحاجات دي. ثانيا لازم يكون مكان بيدخل له هواء وبيدخل له شمس، تمام كده؟ دي خلاص خلصنا من النقطه دي. النقطه الثانيه ان انت يا اما تربي حمام سايب، تمام؟ وده هيبقى طبعا في بعض المشاكل زي ان الحمام هيضرب بعضه، او الحمام هيكسر بيض بعضه، او الحمام هيضرب الزغاليل يعورها، او زغلول مثلا يقع على الارض الحمام يضربه يعوره او يموته. الحاجات دي كلها من بعض مشاكل الحمام السايب. الحاجه الثانيه ان انت ممكن تربي في حمام فيه سلكات خشب زي كده، او سلكات حديد زي كده. طيب دي نظامها هيبقى ايه؟ السلكات الخشب اسعارها مش غاليه، يعني سعر العين لو خشب سوقي هتلاقيها في حدود 25 30 جنيه 35 جنيه. لو خشب عموله حاجه نظيفه حاجه متقفله كويس زي كده هتلاقي مثلا سعر العين في حدود 50 55 او 60 جنيه، تمام كده؟ ده دي اللي متقفله خشب وش وظهر وبيبان والكلام ده، ومتقفله الخشب بيكون متقفل على بعضه بالشكل ده، والجناب كلها خشب والظهر خشب والحاجات اللي هي بتبقى متقفله وماسكه نفسها كويس دي، هتلاقي سعر العين منها 50 55 جنيه، تمام كده؟ ديت طبعا افضل حاجه ان انت تربي فيها لو انت بادئ بانواع رخيصه. طيب دي هتتحط عادي على السطوح، هتتحط عادي في اوضه، هتتحط عادي في بلكونه، هتتحط في اي مكان مش هيكون فيه ضرر منها ان يخشها فار او عرسه او قطه او كلب او صقر او اي حاجه، او بومه او غراب او اي حاجه ان هي تخش تاكل منها بيض او زغاليل، تمام كده؟ طيب الاختيار الثاني ان انت ممكن تجيب سلكات حديد زي كده، فدي الفرق بينها وبين الخشب ان هي بيكون اكبر شويه واوسع شويه. ثانيا بتكون فيها رفوف بلاستيك زي كده عشان الحمام الزبل بتاعه ينزل في الرف اللي زي ده، او اي حبايه اكل بتقع من بقه بتنزل في الرف اللي زي ده، فطبعا ما بيكونش الحمام عرضه ان هو يدوس على الزبل بتاعه او الزرق بتاعه، او ان هو يدوس على الحبوب وياكل منها، او الحبوب تنزل على الزرق وياكل منها، فدي بتكون انضف شويه في موضوع الوقايه من الامراض، وبتكون انضف شويه في موضوع التهويه، يعني بتكون متفتحه ومتهويه ومنوره عن العيون الخشب دي. العيون الخشب دي من جوه بتكون مظلمه شويه، تمام كده؟ طيب الحاجه اللي بعد كده ان انت هتجيب مسق واكلات فخار وطواجن الحمام يبيت فيها، تمام؟ بيبقى فخار زي ده، تمام كده؟ ده الفخار اللي احنا بناكل فيه الحمام. انا عن نفسي باكل فيه الحمام سواء في السلكات الحديد او في السلكات الخشب، لان انا عن نفسي مش من انصار المسق او الاكلات البلاستيك، مش بحبها، تمام كده؟ لاسباب شخصيه يعني، انا ما بحبهاش، تمام؟ طيب الحاجة التانية اللي بعد كده ان انت بقى تختار الحمام اللي انت هتربيه، وتبدأ في ان انت تشتري الانواع اللي انت عايز تبدأ بيها وتربي الحمام فعليا. طيب هنجيب الحمام، ايه الحمام اللي احنا ممكن نجيبه ابو مريم، او الانواع اللي احنا ينفع ان احنا نبدأ بيها؟ اقول لك ان انت طالما لسه غاوي ومبتدئ ما عندكش خبرة في تربية الحمام، سواء هتربي الحمام سايب او هتربي في سلكات خشب او هتربي في سلكات حديد، ابدأ بانواع مش غالية، ابدأ بانواع سعرها رخيص،
طيب ليه؟ هقول لك عشان انت لسه ما عندكش خبره في تربيه الحمام، والانواع اللي سعرها رخيص دي بتكون مناعتها اقوى بكتير من الانواع التانية اللي هي الانواع الحمام مثلا الزينه او الحمام الغزار، وما بتحتاجش الرعايه الكامله او الاهتمام الزايد زي بقيه الانواع اللي هي الانواع الحمام الزينه او الحمام الغزار. تمام كده احنا فهمنا احنا هنبدا بايه. هقول لك احنا هنبدا بايه. هنبدا بكريزليات. تمام، حمام كريزلي. تمام، حمام كريزلي زي كده يا جماعه، مش شرط اللون، انا بتكلم عن حمامه كريزليه اهي، حمام من الحمام احجامه كبيره، ينفع للاكل، ينفع ان انت تاكل منه، ينفع ان انت تربيه عشان تخليه بعد كده تحضين. تمام، لو انت اضطريت او لو انت ربنا انعم عليك واكرمك ان انت هتربي حمام غالي شويه وعايز تخلي الحمام اللي انت بدات بيه حمام تحضين، يبقى الكريزليات بتنفع في التحضين، بتنفع ان انت تذبحها وتاكل منها، تنفع ان انت تفرخها وتبيع منها زغليل. برضو في المتوسط، في السعر المتوسط برضو اللي هو اعلى من سعر الحمام البلدي. تمام، واقل من سعر الانواع التانية الغالية. طيب في ناس هتقول لي هو احنا ما ينفعش نبدا ببلدي؟ هقول لك ابدا ببلدي، ما فيش مشكله، كلنا بدانا ببلدي. انا عن نفسي بدات بجوز حمام بلدي، جوز حمام بلدي وكان سعره رخيص جدا يعني. فالحمام برضو البلدي ما فيش مشكله، هينفع وبينفع برضو في تحضين، يعني ينفع ان انت بعد كده تستخدمه في ان انت تحضن تحتيه. طيب هنبدا بكريزلي، هنبدا بحمام جمعيه، هنبدا بحمام زواجل، مستويات اللي هي الضعيفه، المستويات اللي هي مش غاليه، لان الزاجل ده ممكن يوصل معاك ل 50 و60 و70 الف جنيه. تمام، وهيبدا معاك من 80 جنيه او 100 جنيه جوز. تمام، فالحاجات دي ممكن نبدا بيها برضو، من اللي هو من 70 80 جنيه، 100 120 150 جنيه، اقصى حاجه ما تعديش ال 150 جنيه. ده لو هنا في مصر، لو احنا هنا في مصر، لو حد في دول الخليج او في الدول الاجنبيه، يعني بما يعادل الجوز ما يعديش ال 10 20 دولار. تمام كده، 10 20 دولار، 30 دولار، يوم ما تقول انا صرفت جامد قوي لو انت في دوله اجنبيه، ما تعديش ال 20 30 دولار، ده لو انت لسه بادئ في تربيه الحمام. طيب زي ما قلنا بقى، سواء حمام كريزلي، حمام جمعيه، حمام بلدي، حمام استرالي، حمام شقلباز، حمام انجليزي، حمام باكستاني، حمام يمني، دي كلها انواع ان احنا نبدا بيها، وفي فيديو على القناه لجميع انواع الحمام الشعبي بالتفصيل عشان تعرف شكل كل نوع وتعرف اسم كل نوع. الفيديو ده موجود على القناه، هحط لك اللينك بتاعه برده في صندوق الوصف هنا، او تدوس على الشريط اللي هتظهر فوق هنا هيدخلك على طول على الفيديو ده. تمام، طيب ازاي نشتري حمام صحته كويسه وما يضحكش علينا يا ابو مريم، وناخد حمام واحنا ضامنين ان هو ما فيهوش مشاكل؟ هقول لك اول حاجه، لما تيجي تمسك فرد الحمام لازم يكون فرد الحمام جرم كده مالي ايدك. بص كده، فرد الحمام يكون جرم ومالي ايدك. لازم فرد الحمام ما يكونش العضمايه اللي هنا بارزه قوي، ما تكونش مسيفه، لازم يكون فرد الحمام عنده لحم. تمام، نقول بسم الله ما شاء الله كده ونبص مع بعضينا وهشرح لكم على الفرد الحمام عملي. اهو لحم فرد الحمام في الصدر هنا مغطي العضمايه اللي في النص، يعني اللحم من ناحيتين كده، الناحيتين مليانين لحم. لما تيجي تمسك فرد الحمام تلاقي صدره مليان لحم. تاني حاجه، تمسك فرد الحمام تلاقيه واكل حصالته دي، اللي هو المكان اللي بيبقى فيه الاكل ده. تمام، دي اسمها الحصاله، تمسكها كده تلاقيه واكل فيه اكل جوه. تالت حاجه، ان انت لما تيجي تمسك فرد الحمام ما يكونش مناخيره مسيله، مناخيره مسيله منزله ميه كده، او عينيه مدمعه، او بقه فيه اي تجبنات او اي مخاط ابيض او اصفر او مخاط شفاف. تفتح بق فرد الحمام كده، تمام اهو بق فرد الحمام كده، وتشوف وتشم ريحه بق فرد الحمام، لو ريحته زفره، ريحته وريحه البرد، طبعا كلنا لما بيكون عندنا برد بيبقى في ريحه زفاره كده، لو فتحت بق فرد الحمام ولقيت ريحته زفره يبقى فرد الحمام عنده برد. تمام، بعد كده هتبص على فتحه المخرج بتاع فرد الحمام اللي هي فتحه الاخراج، شوف هنا في اي اسهال نازل او حاجه لازقه في الريش بتاعه ولا لا. تمام، عشان تبقى مطمن ان فرد الحمام ما فيهوش اسهالات او ما فيهوش امراض او ما فيهوش اي حاجه، تاخد الحمام. طيب الخطوه اللي بعد كده، لو انت عايز تشتري حمام وانت لسه ما عندكش خبره في تربيه الحمام وعايز تبدا في تربيه الحمام، امسك فرد الحمام كده وافرد جناحه، شوف فرد الحمام ده موقع كام ريشه. تمام، موقع كام ريشه، زي ما احنا شايفين كده، ده جناح فرد الحمام بيكون فيه 20 ريشه، 10 ريشات اتجاههم لورا و10 ريشات اتجاههم لقدام. فسبحان الله، انا الفيصل اللي عندي ما بين ال10 اللي ورا وال10 اللي قدام الريشه البيضه دي، الريشه البيضه دي. تمام كده، يبقى انا فرد الحمام هعرف اعد الريش بتاعه من اول فوق من هنا، من اول فوق من هنا،
هعد، ادي ريشه، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، تمام كده؟ وادي الريشه العشره، اهي دي الريشه العشر، دول 10 ريشات اهم، تمام كده؟ يبقى فرد الحمام اي ريشه من العشره دولت، اي ريشه من العشره دول، عايز اوريكم بس العشر ريشات ويبقوا واضحين اهو، اي ريشه من العشر ريشات دولت قصيره، قصيره يعني مش كامله، مش طالعه للاخر، وفيها دم من تحت، لسه فيها انبوب الدم من تحت، يبقى دي الريشه اللي هتبدا تعد من عندها عشان تعرف فرد الحمام ده عمره قد ايه. طيب هبدا اعد كده، لو الريشه مثلا القصيره هنا الريشه دي، لو هي الريشه دي تمام، هجيب الريشه دي كده واعد اللي بعديها، فاضل كام ريشه؟ عد معايا كده، ادي 2 تمام، 4 5، يبقى فرد الحمام عليه 5 ريشات. طيب بعد كده هيروح موقع الريشه اللي بعدها لحد ما يوصل للريشه دي، بيفضل ان هو يوقع ريشه ويطلع ريشه كل اسبوعين، كل اسبوعين هيوقع ريشه ويطلع ريشه، تمام كده؟ يبقى فرد الحمام كل اسبوعين بيوقع ريشه، يبقى هو من يوم ما طلع من البيضه لحد ما يشتغل بيقعد شهر في البدايه، شهر لحد ما يتفطم، وبعد ما يتفطم بيقعد اسبوعين وبيبدا يوقع الريشه العشره اللي هي الريشه اللي ورا خالص اللي هنا، تمام؟ الريشه اللي ورا خالص اللي هي الريشه رقم 10 اللي قدام هنا دي اسمها رقم واحد، الريشه رقم واحد بتتسمى عندنا في غيئه الحمام ان هي الريشه الصمه، الريشه اللي بعديها بتتسمى الريشه العديله. طيب عندي فرد الحمام ده هنا مثلا الريشه دي تمام، اللي هو موقعها وبيطلع بدلها ريشه جديده، يبقى هو كده مثلا فاضل عليه قد ايه؟ فاضل عليه ريشتين، يبقى قدامه شهر ويشتغل. طيب هل ده فرد حمام فعلا قدامه شهر ويشتغل؟ هقول لك لا، ان ده فرد حمام كبير وشغال عندي وعنده كذا سنه، تمام؟ عنده مثلا سنتين، وده بيرمي رمي تاني كل سنه، بيرمي رمي تالت، السنه اللي بعديها رمي رابع، سنة كل سنه بيغير ريش، تمام؟ طيب ايه الفرق ما بين الحمام اللي لسه ما اشتغلش خالص والحمام اللي اشتغل قبل كده وبيرمي رمي تاني؟ ازاي اعرف ابو مريم ان الحمام ده رمى قبل كده ولا ما رماش؟ هقول لك يا باشا، تعالى هنا عند بق فرد الحمام من هنا، من عند المنقار من الجنب من الناحيه دي، ثواني كده، بص كده يا باشا، في هنا الحته دي الجلده المكشكشه اللي هنا دي، تمام؟ دي اسمها الشدق بتاع فرد الحمام، شدق فرد الحمام. طيب يعني لو فرد الحمام ده اشتغل قبل كده ايه اللي هيحصل، ولو ما اشتغلش قبل كده ايه اللي هيحصل؟ هقول لك ان لو اشتغل قبل كده تلاقي الشدق ده واسع نازل كده، في حتت مكشكشه لتحت. طب لو فرد الحمام ده اصلا ما اشتغلش قبل كده وما اكلش حمام قبل كده، هتلاقي الشدق ده من هنا عادي خالص، الحته دي نظيفه والشدق ده مش مكشكش كده لتحت، تمام؟ تعرف ده الفرق ما بين الحمام اللي باض قبل كده واكل زغليل قبل كده والحمام اللي ما اكلش زغليل قبل كده، تمام كده؟ طيب الحمام الكريزلي ده متوسط السعر بتاعه كام؟ هقول لك ان متوسط سعر الحمام الكريزلي 100 ل 150 او 200 جنيه، على حسب طبعا الخشونه والحجم بتاع فرد الحمام واللون بتاع فرد الحمام. لو حاجه زي اللي في ايدي ده ممكن الجوز يعمله مثلا بتاع 150، لو حاجه تانية مستوى اقل شويه ممكن تعمل 100، لو حاجه تانية مستوى اقل شويه وخشونه اقل وشكل اقل ممكن يعمل مثلا 80 جنيه، تمام كده؟ فابدا بالحاجه اللي في السعر ده، تمام؟ البلدي مثلا سعره ممكن يتراوح من 40 جنيه لحد 60 جنيه على حسب الحجم، على حسب حجم الحمام البلدي. الحمام الاسترالي مثلا ممكن يتراوح معاك من 80 جنيه لحد 150 جنيه، ده الاسترالي اللي هو التلتين، الاسترالي العادي اللي هو الاسترالي ابو عظم، تمام؟ اللي هو مش القاطع، مش الاسترالي العادات، الاسترالي العادات ده سعره هيبدا يعدي معاك من ال 200 جنيه لحد مثلا 600 جنيه، تمام؟ ده اسمه عادات، بيكون العظم بتاعه قاطع خالص او قريب شويه من عظم الصوفي، كل ما بيعلى كل ما بيكون عظمه قريب من عظم الصوفي. الحمام الصوفي بقى يبدا معاك من 600 700 جنيه وانت طالع لحد الى ما لا نهايه، مفيش نهايه للسعر، تمام؟ حمام الشقلباص برضو هتلاقي منه حاجات بتبدا معاك من 70 80 جنيه لحد مثلا حاجات بتوصل ل 500 600 جنيه، ده في المستويات الضعيفه او المستويات المتوسطه. المستويات العاليه ممكن تعدي معاك ال 2000 و3000 جنيه في الجوز الحمام الشقلباص. طيب الحمام الانجليزي برضو هتلاقي السعر بيبدا معاك من 80 جنيه لحد مثلا 150 او 200 جنيه، وفي برضه حاجه اسمها انجليزي بلومي بتكون اعلى من كده، بتوصل معاك ل 700 800 جنيه و1000 جنيه. في مثلا حمام العبسي او كرقندي الشعبي هتلاقي برضه السعر بيبدا من 70 80 جنيه لحد 100 او 150 جنيه. الحمام برضه الحمام اليمني او الحمام الباكستاني هتلاقي برضه سعر الجوز بيبدا مثلا من 100 جنيه
لحد 150 او 200 جنيه في المستويات المتوسطه او المستويات الشعبيه. في برضو يمني وباكستاني بيعدي الارقام دي، في ارقام يمني وباكستاني بيوصل 500 600 700 تمام. كل حاجه يا جماعه في منها المستويات الضعيفه، المستويات المتوسطه، المستويات القويه، وما بين كل غاوي والتاني بيفرق السعر. فهي في الاول وفي الاخر على حسب المستوى، على حسب القيمه، على حسب العرض والطلب. فهنا بيبدا ان الحمام سعره يا يعلى يا يقل، تمام كده. فده كان الموضوع اللي انا كنت حابب ان انا اشرحه النهارده بالتفصيل. يا رب نكون استفدنا منه وفهمنا الموضوع ده بشكل كويس. ما تنساش اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه، فعل الجرس، ولو عجبك الفيديو اعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو محتاج اي موضوع ان احنا نتكلم فيه باذن الله اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم ابو مريم التونسي.